هل فعلا لازم نحط السكين كير برودكتس في الثلاجة؟ كتير صبايا شافوني بحط منتجات بالثلاجة وراح أجاوبكم بصراحة على هذا السؤال. أنا مثلا حاطة بالثلاجة كتير شغلات، مثلا عندي التونر بحب البرودة اللي بيعطيها بالثلاجة، المرطبات المائية كمان كتير حلو الشعور بالثلاجة لما تكون، المست المرطبات اللي بتعطي انتعاش لما تكون باردة، هاد كمان مست بحبه كتير، الماسكس كمان الشيت ماسكس حلو يكون باردين لما تحطيهم على وجهك، كمان الرولرز كتير حلو شعور البارد يلي بتعطيه بتخفف من انتفاخات على الوجه. أنا حاطة كمان سليبينج ماسك برضو مائي، هذا القاعدة تبعته فهو ببرد كتير منيح. شو كمان في هذا؟ كمان مرطب مائي نفس فكرة اللوريال الووتر جيل هذا. وكمان الاي باتشز حلو الشعور لما يكونوا باردين وبيخففوا من البافينس. كمان مش كل المنتجات مناسبة للثلاجة، مثلا انا حطيت الفيتامين سي سيروم جمد بالثلاجة فشلته منها، وصرت اخلي القطن قريب من الثلاجة عشان ما ضلنيش رايحة جاي. هلا لا اجاوبكم على السؤال بكل صراحة، لا انتي ما في داعي تحطي المنتجات بالثلاجة ابدا، ما في ولا اشي مثبت علميا انه الثلاجة بتحافظ على المنتجات، تاريخ المنتجات الانتهاء تاعها بيكون مكتوب عليها اوريدي، هم فيهم مواد حافظة عشان ما تخرب، فانتي ما بتحتاجي تحطيها بالثلاجة. اغلب المنتجات مكتوب عليها انها ملائمة لدرجة حرارة الغرفة، بتحطيه بالثلاجة فقط اذا الشركة كاتبت لك لازم ينحط بالثلاجة، فانتي وقتها بتضطري تحطيه بالثلاجة لانه هيك لازم يتخبى. بس أنا الصراحة ما بنصحك أبدا تحطي مصريات وتشتري ثلاجة لأنها بتسحب كتير كهرباء، بكل بساطة بتجيبي زي هاد الاختراع بتحطي فيه بس المنتجات اللي حابة هيك تعطيكي برودة، مثلا الرولر حلو الشعور تاعها، التونر كمان حلو بيعطي ترطيب حلو، المست حلو يكون بارد مثلا الشعور تاعه، ايش في كمان المرطبات المائية أو مثلا السليبينج ماسك، هذا الشيت ماسك حلو يكون بارد كمان، بتاخدي الشغلات الحابة تكون شعورها بارد على وجهك فقط لا غير، بتروحي بتحمليها بتروحي فيها بتحطيها بتلاجتك الشخصية بتلاجة بالبيت، ما في داعي أبدا تحطي مصاري على تلاجة تانية. بكل بساطة فكرة انك تشتري تلاجة خصوصية للسكين كير هي بس لوكجري، يعني هي بس هيك شيء جديد ترند جديد وأبدا ما في داعي لإله.